comme. أنا اسمي ياسر جاد رئيس جمعية الطب السعودية بالمملكة العربية السعودية. طبعا الهيجين والفود سيفتي حاجة جدا مهمة في الاندستري تبع البرودكشن. الآن الناس ما عاد بيتكلموا بيزك هيجين أو بيزك فود سيفتي، الناس بيتكلموا على حسب وعلى كريتيكال كنترول بوينت وعلى ديسيبلين معين، إذا كان حصل فيه أي خلل بيؤدي لفود بويزنينج.